تواصلت الاحتجاجات بالخطوم مع استمرار حملات اتحاد المهنيين السودانيين الداعية لاستئناف الحراك الشعبي الذي بدأ منذ 19 من ديسمبر الماضي، وتحول من تظاهرات مطلبية إلى المطالبة بإسقاط نظام الحكم. وانطلقت مظاهرات مسائية بحي الكلاكلة جنوبي الخرطوم ومنطقة صابرين غربي أم درمان رافعة شعارات تندد بحكم الرئيس عمر البشير. تصدت قوة الشرطة للاحتجاجات بالغازات المسيلة للدموع وإطلاق الرصاص الحي في الهواء، ما خلف حالات اختناق وإصابات متوسطة. قد تختلط عليك ماهية المشهد بعد سماع هذه الزغاريد التي تختلط بهتاف من يتظاهرون في الشارع بحي الكلاكلة جنوبي الخرطوم. 15 يناير 2019 تظاهرة الكلاكلة اللفة. ذات المطالب لم تتغير منذ بداية الاحتجاجات في البلاد. تستمر دعوات اتحاد المهنيين لمواصلة وتكثيف الاحتجاجات الشعبية في البلاد في إطار التعبئة لتظاهرة قادمة من المقرر أن تخرج في كل الولايات السودانية. التظاهرات المتواصلة رغم تقطعها خلال أيام الأسبوع في مدن السودان المختلفة تبعد مطالبها عما يستمر النظام الحاكم بالبلاد في التأكيد عليه. الصوت الرسمي في الخرطوم يرفض أي منادات لتغيير النظام إلا بالقنوات الشرعية التي حددها بالانتخابات القادمة بعد عام. وزي ما قلتها زي ما قلت في الخرطوم، الحكومة في الخرطوم ما بتتغير لا بمظاهرة ولا بزوج جاي من برا، بغير حكومة منه هو الشعب السوداني. هنا في نيالا آخر خطابات البشير لمؤيديه شكل خلالها الحشد الجماهيري رسالة واضحة للمعارضة بوجود معسكر آخر لا يقل أهمية عن ذلك المنادي بالتغيير. سالي عثمان، التلفزيون العربي، الخرطوم. الآن معنا في الاستوديو الأستاذ علي عسكوري المعارض السوداني. أستاذ علي مساء الخير، مرحبا بك. يبدو أن مراهنة السلطات السودانية على أن هذه المظاهرات الشعبية ستخف مع مرور الوقت وتتضاءل أو يتضاءل حجمها لم تكن في محلها، لأن العكس تماما هو الذي حصل، توسعت رقعتها، بالإضافة إلى أننا نسمع الآن أنه هناك مطالبات بمظاهرات ليلية أيضا. بالضبط، مساء الخير. في الحقيقة هذه المظاهرات تظل تتصاعد، وغدا الشعب السوداني موعود بمظاهرات في 15 مدينة في كل السودان، ومتوقع أنها يعني تكون مظاهرات أقوى مما سبقها هذه المظاهرات. وفي حقيقة الأمر هذه المظاهرات لم يشهدها تاريخ السودان من قبل، يعني بهذا الحجم وبهذا العدد من الناس وبهذه المدة الزمنية. والمظاهرات حقيقة تستهدف النظام، يعني هذا الحديث الذي يطلقه الرئيس هنا وهناك بتعديل الأسعار أو تخفيضها، لم يعد الناس يهتموا بماذا يقول هذا الرجل. المظاهرات متوجهة أساسا لإزالة هذا النظام، فلذلك سيكون في تصاعد أكبر وأكبر. طيب، حتى تكون الصورة متوازنة بالنسبة للمشاهد، هناك في الطرف الآخر أيضا مناصرون للرئيس الذين يريدون بقاه في سدة الحكم. شاهدناه مؤخرا ذهب إلى نيالا عاصمة جنوب دارفور، وكان هناك حشود من عشرات الآلاف، يعني بعضهم يقول مظاهرة مليونية، لست أكيدا إن كانت مليونية، ولكن على الأقل كان هناك آلاف من أنصاره. إذن هناك من يريد استمراره في الحكم. بالطبع هذه هم هذا النظام برع بصورة كبيرة جدا في عملية التحشيد ودفع الأموال وشراء الزمم وإحضار أو ترحيل هؤلاء المناصرين من مناطق كثيرة بعيدة جدا. المرة الأخيرة لما نظموها في الساحة الخضراء هو سكوير أو ميدان في الخرطوم، أتوا بناس من مسافة 1000 كيلومتر، لك أن تتصور هذا. ونفس الأمر حصل في نيالا. قصدك مدفوعي الأجر هؤلاء؟ مدفوعي الأجر، وهو على 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 خلال أو خلال 30 عام ظلت هذه هي اللعبة التي يلعبها الجنرال البشير، هو يشتري المناصرين والمؤيدين وكذا. الناحية الثانية هذا النظام يتفكك، لأنه أصلا هو نظام قام جاء عن طريق الانقلاب، دعمه الإسلاميون
الآن الإسلاميين نفسهم تخلوا عنهم. هنالك كثير من المجموعات في داخل المجموعة التي كان يفترض أو كانت تدعم الرئيس تخلت عنه وأصدرت بيانات وهكذا وهكذا. لذلك النظام يضمحل ويتضاءل وتتآكل القاعدة. على عادة الزعماء الذين تخرج مظاهرات ضدهم، هو قال بأنه فعليا مشاكل موجودة في السودان وعلى رأس المشاكل الاقتصادية، وقال أنه سوف يعمل برفقة الحكومة طبعا على حل هذه المشاكل. هل يمكن أن يصدق السودانيون هذا الكلام من شخص حكم البلاد لمدة 30 عاما ولم يقدم هذه الحلول؟ يعني هل يستطيع تقديمها الآن بعد 3 عقود؟ نعم، لا أحد يصدق الرجل بعد الآن، وهو يعني قد كما قال علي عبد الله صالح فاته الغطار يعني بالنسبة لما يحدث في الشارع. الآن الناس أو السودانيين لهم مطلب أساسي واحد، وهم تقريبا مجمعين أو متفقين حوله، هو إزالة هذا النظام، لأنهم أجمعوا أن المشكلة الأساسية ليست اقتصادية أو خلافها، المشكلة الاقتصادية هي في وجود البشير كحاكم، وهو استنفذ كل الفرص لإحداث تغيير في البلاد أو تحسين أحوال الناس وغيره، هذا بالإضافة إلى القمع والقتل والجرائم الكثيرة جدا اللي ارتكبها هذا الرجل. لذلك الآن التوجه الأساسي هو إزالة هذا الرجل. قصدك أنه يعني مهما قدم من حلول حتى وإن كان لا يستطيع يعني تنفيذها، فإن الشارع السوداني لن يقبل بذلك، يعني سقف المطالبات أعلى مما يستطيع هو تقديمه. هل صحيح هذا؟ هذا صحيح. الآن الناس يطلبون فقط ذهاب هذا النظام، إزالته من الحكم تماما. ما عاد أحد يستمع لماذا يقول الرجل، سواء أسعار أو خبز أو هذه قضية صرف عنها الناس. الآن السودانيين في إزالة هذا النظام، وهم يخرجون إلى الشوارع بصدور عارية. طيب، ويواجهون الرصاص. الذي نشاهده هو مظاهرات شعبية ربما بدون قيادة واقعية فعلية واضحة للجميع. هذا ما حدث في كل الدول العربية وشاهدنا النتيجة. إن يعني حدث ما يطالبون به، تنحى الرئيس أو استقال أو هرب خارج البلاد أو حدث شيء من هذا القبيل، هل هناك فعليا أجندة خطة لتسيير البلاد بعد ذلك؟ هل هناك من يستطيع فعليا تسيير البلاد بعد ذلك إن حدث؟ بالطبع، هنالك قيادة موجودة في تجمع المهنيين، انضمت إليها قوى حزبية كثيرة، وهذه القوى وتجمع المهنيين فيها من الكفاءات أكبر بكثير ما عند البشير. حقيقة ما لا توجد مقارنة. هؤلاء الذين يحكمون الآن هو حتى في الجيش أو في المهن الأخرى هم أقل السودانيين كفاءة. حقيقة لا توجد لديهم أي كفاءة تمكنهم من إدارة البلاد. هم ظلوا يديرون البلاد بالقمع والكبت والسجون والقتل. ولكن في تجمع المهنيين والأحزاب التي انضمت إليه في ميثاق الحرية والتغيير هنالك كفاءات مشهود لها يعني. وستظهر هذه الكفاءات مدى مساط النظام. طيب إن سألتك بطريقة عقلانية وواقعية، أليس الإصلاح التدريجي حتى الوصول إلى تلك النقطة أسلم وأحسن وأضمن نتائجا من أن تحدث قطيعة أو انقلاب أو ثورة مثل ما شاهدنا في الدول الأخرى؟ لقد مرت يا أخي هذه الفرصة، مرت. هذا الرجل أعطي أكثر من 10 أو 15 فرصة للإصلاح التدريجي منذ اتفاقية السلام وخلافة وهكذا، واتته كثير جدا من الفرص للدخول مع السودانيين وخلافها في حوار جادر. القضية الأساسية هو لا يود ولا يرغب في التنازل عن السلطة بأي صورة، ولذلك الناس وصلت لهذه النقطة إنه يجب إزالة هذا الرجل ونظامه من الحكم حتى يفتح الطريق لحياة أفضل. واضح. شكرا جزيلا لك علي عسكوري المعارض السوداني هنا معنا في السودان. شكرا جزيلا.